والقمح. وزيت القمح اهي الزرع مالي حتى نعدلوا خبزة الفطير. الخبزة هاي الفطير شنو هي يعني؟ خبزة الفطير خبزة مقلوعة منها الخميرة، ما هي مديرة الخميرة. اش مقلوع منها؟ مقلوع منها ما فيها الملح. ما فيها الملح. اها. يطيب اللحم ونكبوا عليها مرق، نخلوها لين تطيب. ونطيبوا اللحم. قرضوها هي تفصل. ونقرضوها ونكبوا عليها هذيك المرقة. وزينة صحية. تقطع في جيرة كيف تجيرة. تقطع فيها هي عبارة عن مالي وكلة زينة حتى هي فيها أوراق وزينة في ياسر المساي وزينة وطعمتها حلوة ما يكيل الخبز الثاني. ما يكيفهم طعمتها زينة. طعمتها زينة قبالها ما يكيل من الخبز الثاني اللي عادي فيه الخميرة. العجنة تصار خاصة لا تغرس. بسم الله. كرسة كان في قصعة وقتي وبيدي. هذه اللي خلق لنا لعلاش. لعلة تغرير خبزة. خبزة الفطير. ديرو زبيب. وخليها تقرص. تغرك لها نحطوها لين تفوق تشيت ليان باش ترتخى وتشيت. هي ما تريان بها. لا هي الظاهرة لك. هي تريان. فوق شوي يغرك. ما تريان خبز الفطير؟ لا هي تريان. تريان حتى من فعل معجونة. اليوم دقيقة هم مالو زين وحالته زينة كاملة. عيتي في الحولين من هنا. عيتي تقيبي شرد الفريق الشلول جينا مصحيان على طول. هو الخيام هاك ما عندي غير خوزة إلا خوزة زينة عندك. أيوا شي عندك. يا غرب عاد اللي راد هذا إن شاء الله فلا تكون على طول. بسم الله. بريكة راهو قرصت. تعالي لا خلي جات تولف يعني الخوزة طيبين. طيبة خوزة فيها زينة خلي جات. بسم الله. سمي